دابا نقول اللي تتخاف اصلا تمشي للسوق وابر على السوق. واش اللي تيربح 2500 درهم غيعيش؟ ما غيعيش. انا هاد اخنوش انا نعطيه ديك 2500 ويجي يصرف ليا بها الشهر كامل، انا ما يخلصش ليا بها الكره غير يصرفها. بالنسبه عندي ثلاثه الوليدات، عندي ولد عنده 17 عام وولد عنده 15 عام، وهذا غتقدنا 2500، راجلي تيربح 2500. مطيشه دايره 12 درهم، البصله دايره 11 درهم، غتقدنا ما غتقدنيش. انا بغيت هو يهبط يعيش معانا، هذا العيش هذا الغلاء اللي داير يهبط هو يعيش معانا، يهبط يخلص ليا منا ليكو ويصرف ليا بها. انا نعطيه يصرف ليا بها غير 10 ايام ولا 15 يوم. هاد 2500 اللي تيشد راجلي يصرف ليا هو بها غير 15 يوم، ونتحداه الا صرف بها حتى سيمانه كامله. هاد 2500 الا كانت هاد الحكومه، راه اصلا حكومه تتمشي وحكومه تتجي. هاد الحكومه حنا ما خدامش لينا لا في الصحه لا في التعليم لا في حتى شي حاجه. المعلمين ديروا معاهم حل باش يديروا حل مع وليداتنا، جلسوا معاهم اطابل باش يديروا معاهم هما حل باش حنا وليداتنا يقراو. والان بعدا ولدي 4 ايام و5 ايام ما قراش، جات له كورونا، جا الاضراب تيقرا في العام شحال تيقرا من شهر في العام، غير الاضرابات. طلعوا الدراري خاويين، عنده الباك هذا العام طالع خاوي غير بالاضرابات. جلسوا معاهم وديروا معاهم حل باش حنا وليداتنا يقراو، راه ما تيقراوش. واش ما حيلتنا للصحه، ما حيلتنا للتعليم، ما حيلتنا غلاء الاسعار. 50 درهم كتجيب لك غفه شحال هذه، دابا 4000 ريال ما بقاش تبان ليك كاع. اش تجيب فيها جوج حاجات كتجيبهم فيها، راه حشومه. هادشي راه عار وعيب، راه عيب. اللي عنده 5 الاولاد و6 الاولاد و7 الاولاد. انا عندي عراسي وتقهرت بهذا الشيء ديال الغلا. تقهرت السكر، اتاي، الزيت، اللحم ما بقيناش نقربوا ليه كاع، والله اللحم ما بقينا ندوزوا عليه، لا حوت لا دجاج لا حاجه بقينا نقربوا لها. حنا غنموتوا الحمد لله، حنا غنموتوا. باش عرفتي كاينه وقفه اليوم ولا شي؟ انا خويا غير دايزو شفت هذا الشيء وانا نهضر. دارني خاطري من جيت بلادي، خاطري دارني من جيت بلادي. وين حشومه هذا الشيء، حشومه. رمضان كيدوز عند المغاربه كيدوز. كيفاش كيدوز؟ لا لاباس عليه، ما غيدوز عندهم زوين. واللي بحالنا منافري راه ما عندوش مسكين، حنا ما عندنا الله، ما عندناش والله. ما ضربتي فيها شي 100 درهم تاكلها، ما كاينش ما غتجيبها، ما كاينش. والله ما حفرتي عليها وضربتي عليها الجرفه، السطل والجرفه لا شفتيها. وين حشومه هادشي خويا. حنا تقهرنا والله، تقهرنا بهاد الغلا. تقهرنا السكر واتاي وزيت اللحم قلت لك حنا ما بقيناش ناكلو كاع، والله ما عمري دخلته. الحوت ما دخلتوش كاع، الحوت ما كندخلوش لينا. العصا باقي كناكلو العصا، والقادم اسوء، هادشي راه ماشي ساهله. هادشي راه كيجسوا به النبض، كيشوفوا الشارع المغربي واش غادي يهضر ولا ما غادي يهضر. الشارع المغربي راه ساكت، ولكن ما ينساوش انه راه قنبله موقوته في اي وقت، لان صعيب قال لك دوز على الواد الهروري ولا دوز على الواد السكوتي. الانسان اللي كيهضر ما تخافش منه، الانسان اللي كتشوفه ساكت وصامت هو اللي تخاف منه، ولكن ما تخافش منه بديك الطريقه المفهومه، كيدوي على حقه. واش كاينين الناس هنا، كاينين الاسر اللي ما خدامينش كاملين في الدار، شحال واحد بارك اش غياكل؟ انا قال لك الفتنه قائمه لان الله موقظها. هادو راه غادي كيبغيو يديروا الفتنه في البلاد، راه غينوضوا الصداع في البلاد. بلادنا زوينه، بلادنا مامنه، ملكنا زين، وفي الملك ديالنا ما كاينش بحاله. خاص اللي يعاون هاد سيدنا الله ينصرو ويطول لينا في عمره. راه كلكم راعين، وكل راع مسؤول عن رعيته، وعند ربكم تختصمون يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم.